صار لي فترة عم لاحظ ترهل حوالي منطقة الرقبة ومنطقة العيون، وطبعا هيدا الشيء مع تقدم العمر. وبلشت اسمع عن العمليات اللي عم تنعمل بنوفو ميد وسبيسيفيكلي مع الدكتور باسل، وقررت استشيرهم وفعلا نصحوني بالفيس ليفت. انا كتير متحمسة للعملية، وانا كل ثقة انه رح يرجعوني النضارة لوجهي ويمكن 10 سنين لورا. هلا بعد شهر من العملية أنا كتير مبسوطة من النتيجة، حاسة إنه رجعت 10-15 سنة لورا، كتير مرتاحة إنه هلا ما بقى عندي أعمل بوتوكس ولا فيلر ولا حتى أعطي الهم كتير أعمل ميك اب. بدي أشكر دكتور باسل اللي أشرف على العملية، النتيجة رائعة، وبدي أشكر طاقم الطبي بنوفو ميد، أميزينج جوب، ويل دان، ميرسي كتير، ميرسي نوفو ميد.